وقت كلام كان قبصنان سفع وبرد قضاء قضاء وقاضنا الله انت هذا أجوبتين مركا في رسان انتي هوري أو كهوري سي معنيه قميسي كهوري سي مركي قبل ماذا لقاتي قرني ما لن نقضي وعلى صوص عضي قرنك هذا نقول هذا ذلك واجوبان ذلك محمد أين الروح ذلك حكولي سي الروح محمد أين الروح يسكوه وصلقته ماشي أول مرة حصوما لغو عزلو تدريب جري لغو فانتم جري وطوف سواء لغيه بسن جري هذا الصومالي دي يجا وحسمانة يام بس هو عايم يع الصومالي قال له حرام ما يدي يربان كتران يا هالك حي وحوي تذكر هذا الشوقة وسرفايبل مي حي ميل دونتي أنت قاله يدمي أو ميل كسلك صوير راي قرن كيد أو أن قف كاس الشقة هلين أو سن هلين حالا أن هلين أو دولة وحسين هلين أو اللي يراه ده أدو نالو سيبو كنالانية وسرفايبل سجا اسمك بادلين هذه نفتع هذه نفتع إلا حتى حتى يسي تراء بيبكو أماني وأتيبني تأسوأ يعني مكي دغالي هين الدوين مكي دولدين الدوين مكي هادا قبيلة سبوك لك ويكب ملعائين هادان قبيل مدحة لسوك لك هادان انترس وسبين سوك لك هادان قفو لما محاكو حاكو بادا من بمين بولقا صنع دان يروح مرقى صوب حدا يقول ربيح رادس ما انت وقل ربا قفت أقول تلين تقفت سلا قول لأن تلين كبايدست أو درجة قبو رادس أو روحين قبو رادس أو انترس باطل قلق انترس مو بابي سبب هاي انترس انترس تأولي سلف انترس شخصية سلف انترس تأولي قبيل قبو رادنا ما قادينا إيو قرن كالو مجي انترس قبو جيدا قوس قبو رادنا قوس قبو رادنا محكرة ومسعود هذا انترسي ومن لدى واقلي علمدي بوكلي وضياشي بوكلي اليردي بوكلي قف ديكيس بوكلي وإن لدلوء وحوه يا وحوه علي وكيف السود دي الآن وحلي ولي لما أعرف بغن كصوم عليا ميلنا كمسعود وأما السيبا وابسد وحد يسري شالي فادي وميل طول مي مقالي سوء جبت ودادو كعب فعيلش اللي قحي عيلش اي عبي لنك كقرحي انتاسو بلشو انتاسو حولا انتاسو دادا كقرحي هو ولا حقيق ولا حقيق ولا نحري اسمه ويدك طيب انا حلتك انا حلتك اسمى سيهد ذكر لنا قلوت الوسع عني كراء لأن ما هو أصحاب ما قاموا وحشكتي هنا يتابعوا أمانية وأنه ضد التصرف بسوي شيء يبغون يفهم كودي في الفرع ميدو ده وحلقة في سوادي سنيسا ضد كبرنا وحش لعاب وحش في عوين أخرى ومش كل شيء يتابعوا كسب بعدين دوا عقاري الصومالي دوا إيرما دوا عدوين بعقاري الصومالي مرنا واحد قاري قرن كي بكتب من مكتبه سيد فاضل الشيختي قرن كي هدو دمينا قرن كي واحد دمية قبيل قبيل كان قبيل با قبيل با انا لو دقيو يقبل اسكهر قي وانا انتو كعنش الشيء انا كترستع كعنش الشيء الا ان كانوا كترستع قبيل كي اين النقيل لي الصومالي واجور قبيل بيسول ليني سيمركي قبيل كي وارد ماذا يو سلف انترس بايميو واتنو قروب قروب باللسوق لسوق عاي السنة قعنتش الشيء كمان مرنو وحالو أباري هدنا السيان قبيل كودامان وهشي الصومالي وقدعين الدولة قرن الصومالي دو بسمي بالي إذا قبليسي هلو سميو هلو قوقويو ومامو القبليدي هلو سميو مامو القبليد كستي ومامو القبليد كلايس كايلانيو يجي حدودة محدي حدودة يجي نوسي كالسنين labada isqabta waa loo yeedhayay meel kale laga dhaxdhaxadinayo gacan shisheey ku dhex jirto labadii qoslaya dib u soo noqonay aan arintani mowduucan ka sabay ku socota waase waxaanu ka bixi karo hadayno inagu dib soo tashano oo aynu garan karno masiirka wadankeena oo ku dambeyn doono iyo ubadkeena waxa ay ku dambeyn doonaan ayuhu u noqon doono haddii uu taaka fikirro waxaanu iloobi karaa waxa maanta aynu inagu isku haysano
oo gacanta shisheeyay inuu ku dhex jirto oo fidmada inuu ku sameeyayso oo qol kastaba isleedahay guul ka gaar qolada kale oo yaan laga guuleysan oo fidmada ugu weyn ee Soomaali ayaheeda iyo mustaqbalkeeda dubinaysa weeyaan taasuna waxay dhalaysaa darrito in loo taliyo Soomaali oo la yiraahdo tashan waaye ha loo taliyo iminkadaas waxaa jira qoraal Kenya ay soo saartay oo ay soo qabtay inay nabadgelyada Soomaaliya mas'uul looga dhigo iyadoo ay nabadda socoto oo weli go'aankii aan lagu siin codsiga dhigatay United Nations ee ku dalbanayso inay Soomaali nabadgelyadeeda iyo amnigeeda iyadoo la dhigo iyadoo la dhigo bay awalan laga haystay oo dad bay laga haystaa xagee bay dalbatay bariga oo qayb ka qaadanta garo fuulisa inta ku furta bay dalbatay inta waqooyiga iyo inta Puntland oo iyaga kala shaqo diyaar qolba ee hadii aad tashan oo lagu talinaya siir oo dadbanba lagu soo galaya waxa aynu arkayno oo dawladda la dhisaayo iyo waxaan aynu wado waa la og yahay inagu haddeenu go'aanka gaadhno meel buu gaadhi karaa oo isku wada tashanno oo u fiirsanno maxaa aynu ku dhex jira inagu aynu eegno laakiin intaynu inagu is eegayno weligeen ma ogaan karno inaga oo nimba meel lagu qalay ayaynu aakhirka wan weyn indhihi sucirka maarkaan baa la yidhi jeer la gowro marka Soomaali danta waxa u amaantay in ay iyadu isku tashato khilaafka dhexdooda ay tuurto ubadkooda iyo dalkooda dalka kan dad baa u soo dhintay oo ku soo baaba'ay oo naftooda iyo dhiiggoodii ku soo oray oo halkaas soo gaarsiiyey wixii awoowayaasha ay ku soo dhinteen oo u dhinteen haddaad maanta aad cadi yaro rakhiisa aad ku iibsatay wax wafaa jirin baa tahay ubadkaaguna u jiri doonayo haddaad is leedahay adigu meel gaadh maanta ku talagal ubadkaagu inaanu meel gaadhayn barito oo loo talin doono soomaalinaha idaanay tashan oo loo talin taasaan waxaan uraadu tagaysa waxaa keentay in laga dhigo dad aan heshiin karin oo kharash lagu bixiyo oo iska horkulankooda iyo baabahooda la yiraahdo dadkan maareba waa lunga anaga aan talin anagu aan u talin hore ii talin maysida anaa talaga inay noqoto oo intereska la raadinayo aan mustaqbalka dadka ugu baabiyo iyo darajooyinka iyo intereska ummadda baabiinaysa oo xorriyadoodii iyo dalkoodii ku baabiinayo inuu xoogaa ka helo lacaga ama magac yar dad wadaniina inay abuurmaan dibad iyo gudaba inay ka abuurmaan in la helo awood xoog leh oo la yiraahdo dad kuwa ugu shaqaysan ee aad aragteen bafiir iyo awooddan awood inay abuurato wey in wadanigu kaco weeye maanta oo meel kusta ka istaago oo dibadbax la suubiyo oo maxay ahayd dhaqaale loo raadi oo howlgalba dowlad fiican oo xoog leh haddaan dhisano waa soo noolaanay laakiin mid kala daadanayso oon waxba ahayn haddana jidkii baa laynu ku celinaya mid waa lagu fiirsan kan daacadda ah kan wadaniga ah kan geesiga ah ugsiin maayo waxaa lagu ilaa maanta waxa weeye dowladka caalamka waxa weeye maxaa ariga caalami cid kasta hadday caalami un tahay oo hogaaminayso maxaa ciidankayga la qabatay ciidankayga anagu aan isaga daafici lahayn midkan maxay ahayn aan waxba ku tarayna meel fadhiyo la yiri war meel fadhiso haddaan xooggeenu soo cesho marka dhulkuna barwaaqo weeye wixii marka dhaqaale uu ku jirana ummadda la wada gaarsiiyo gobol aan wax soo saari karin ma jiro gobolba waxbuu soo saari kara ma midnimo qaran iyo xoog quwada haddaynaan helin awooddaas midnimada qaran awooddaas waxaa loo diidan yahay masleedahadi haddii awooddaa la helo wadankiina waa la sugi karaa cadowga banaankana waa kaa heebaysan karaa waa la iska celin karaa haddii laakiin awoodda ay kuu samaysanaato laakiin maanta awoodda ku haysataa waa mid ku baabi'inaysa laakiin aawe awooddaadi war intereska iyo madaxda iyo lacagta afiirinina war fiirsa ummaddiina iyo dalkiina oo
maanta kii berina bedeli ana waad qoon waa tagan waa soo halgan kii berina bedeli hadduu hortayo baktiye yaa ku bedelay mablaysanka intii intiibadan waa gacoonaysa waa dayacanta bushadahay bulshada markaad egtid ha guud ahaan inta waxaysataa waa waxna waxa lagu bedeli karaa fahamka oo dadku haddii uu isbedelku inuu wax u keenayo ay fahmaan oo warar ku filan helaan way waa samaysmayaan intaba yar waa ka adkaanayaan waddankan meesha la yidhaahdo Kismaayo marka laga soo bilaabo weliba Kismaayo ka shishoweyoontay meesha la yidhaahdo waa soo diraa intee laga soo bilaabo ilaa iyo lug haya meel u dhow maapkii baa la hayaa joojkal maapkii oo 22 ceel oo iib gelaya jira oo mid walba hebel iyo inta uu yahay iyo inta uu dhareeyo nooc ku jira dadka hadii id kuwa 500 ka bilaa la qoro shaqaalaha loo heli maayo marka dadka inay wax fahmaan oo tarkaasi inay u roon tahay la dadka majoritiga la fahamsiiyo oo uu jiro marka ayaa la fahmaan.